مجالس الاعضاء عشان خاطر من فضلك. لا بعد ما اتكلم حضرتك. لا قبل ما تتكلم. انا مش هتكلم. وانت حريص على القواعد. الله. استاذ مرتضى. انت حضرتك انا قعدت في بيته قبل كده. خلي بالك. اول ما يبتدي يعمل في صوابعه كده ويلعب في مناخيره كده اللي هي المنفوخه دي. والنبي بلاش. لا معلش. لا هو بيطلعني كداب. كابتن شوبير. بس يا بيه والنبي يا خالد انت مستضيفني بقول الكلام ده على مسؤوليتي. هذا العك. لو في طالب في بليد هوف سنه اولى مش هيكتب هذا الهطل. يعني يقول لك ايه؟ فانا بقيت اضحك. خلاص؟ طب ايه رايك بقى كلهم دلوقتي في السجن يا عم شرفنطح؟ يا استاذ الفاضل. وبعدين انت عمال تعايرني. كل شويه يطلع رئيس الوزراء بتاعهم ده العبيط ده المجنون ده، انا الراجل مجنون ولا مش عارف جايبينه منين، اسمه حمد ولا زفت الطين دون، اللي هو عامل قناه الجزيره عشان تاني قناه الخنزيره بقول تاني اهو عشان يضرب كل بص كل الدول اللي فيها رؤساء دول وقعت. هي ولا شعره من راسي، هبتدي اقول الفلوس منين وهبتدي اقول بقى طب مين اداله الفلوس، انا مش هسكت يعني. طيب يا عم شرفان انت اهدى شويه. على العموم وبعدين في ولد اسمه بكار ده اللي مين بكار ده اللي بيعمل دستور وبيحرض الولاد انهم يطلعوا يولعوا في المحكمه ويحصلوا المحكمه؟ مين بكار ده؟ ده يعمل لي دستوري؟ معاه ايه ده؟ ايه دولهم حجاره دولهم صنايع مع احترامي طبعا للوظائف دي. الدستور لازم يكون راجل متخصص بيفهم مش في القانون بس، بيفهم ازاي يتكلم. جزمتي اشرف منك يا اشرف منك. بقول لك تاني جزمتي اشرف منك وعايز تكمل برنامج مع ناس محترمه. اهلا وسهلا. جاي عشان تعمل فيلم يا خالد؟ مش هعمل فيلم عليك. مين ده؟ هعمل فيلم ليه؟ صفته ايه؟ ده اخو الشهيد. يعني انا الشهيد انا مالي بيه؟ يمكن يقول روايه تكذب روايتك. انت لازم يا كذاب. انا بتكلم على صفوة حجازي. طيب مين ده؟ مين الناس اللي بتعمل الدستور دول؟ وبعدين مين محسوب ده؟ وبعدين اللي بيقول لك عزل بتوع الفلول زي ما بيقول بتوع الحزب الحزب الوطني؟ ده ما هو محامي طلع بتاع الحزب الوطني اللي سرق فلوس مصر وهربان في لندن، ولا اللي بيدفع مش فلول وما يدفعش بقى فلول؟ مش دي الدول اللي حوالين اسرائيل؟ هو حد بيجيب سيره اسرائيل دلوقتي؟ حد بيجيب فلسطين؟ حد بيقول ولادنا في غزه ولا في الضفه الغربيه؟ نسي ناس نسيت. الجيوش العربيه عماله تتفكك لصالح اسرائيل للاسف الشديد برعايه قطر ورعايه موزة وجوزها ده شبه حسين الجسمي دلوقتي بعد ما شفط الطريقه. ده دستور وزي ما كانوا بيقولوا زمان ان اللي عمل القوانين ايام فتح السرور ثالث القوانين اللي عمل الاستاذ الدستور ده لما كوج رجله.